زاد عندي سؤال كثير بده اجتهاد. النسوان حتى يساهموا بالاقتصاد تخلو مجال العمل تابا للمرأة. ولو خيروك اليوم من بين العباد اي مرض تختار كنت بهالبلاد بتحب انها تكون زوجي عاملي يما تهتم في مرضى الاولاد. أسرتها وحياتها.
ساعة زمان من بعد بحث وتجربة واحصى كمان هيدي اللي بتضحي لك الوقت الملام بعد العمل بتعود عالبيت المصان تسهر على اولادها للامتحان وبتضل افضل من مرا مش عام للدكتور وقتها عدواوين الجيران شان تبقى شامخة بوقفاتها وتدوب مثل الشمع مع شهقاتها لازم بقلب البيت تبقى سهرات توجه الأسرة بإرشاداتها بتصنع قرار رحت وجبت من عهد تركيا افكار ونحن بعصر فيه المرأة بتصنع قرار بتحبس مرأة بالبيت تقرب بصغار مرضى وروضة وندارس على احدث مسار واسلوب علمي وتربوي كل ادوار ومش حسب علم الشغل يا توفيق عار الشغل ضرب من الرقي والازدهار والمرض تكسب معرفة وخبرة وأجار وتفيد أسرتها بآخر النهار يا بتظهر النقص اللي في دور المرأة يما نشو بينات ما دار الحوار يما
إذا ظروف الزمان تغيروا والبيت بده عون حتى تنصر خير. دور المرأة بالبيت اوعى تحسره، بتكون عم تضعف قواه وتنصره. دور المرأة بالبيت اوعى تحسره، بتكون عم تضعف قواه وتكسره. اوف مش كل مرة عم تشتغل معناتها بتفقد ابنها يا بطل وبتخسر. Thank you.
البيت مشعل وليل نهار عولادي تفيد. ما بدي يكون ما بدي يكون طالع عيد تنزل وعقرص الدرج من باقى سويه. وبدي مراحلها بال أطول بمدرسة الحياة التربوية. ما بدي تنفز من الشغل تزعل وخلقها تفش بولادي الطيب. المرأة العاقلة ما كنت تجهل بدها بعد سيارة قوية وبدها بعد ثوب وثوب أجمل وزينة وألف تسريحة بهية وبدها تشتري الأكل المفضل وبدها للنظافة عالثيوبية ولحتى ابنها الغافي ما يشفى البيت بستر بتجبنه صبية وبآخر شهرها عاهل معدل تدفع ثمن غيبتها مصاري وبحق أولادها بتعمل حظية. جيال طوط جيال طارو معتز
بهيك زوجي يا غالي. وإذا سنين الزمن عصوا الشعر ومرضوا وعادي بيعيش هادي، وشباب اليوم ليكمل مساره ويتزوج مثل غيره اعتيادي، قبل ما يفرح ويدخل عداره بدور على زوجي مع وظيفي تيضمن عيشته خير وسعادة.